القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. رئيس البرلمان: القوانين ليست بالدغدغة. وزير التخطيط: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز. خبير تركي: أردوغان استعان بداعش لمواجهة الإنقلابيين. وأشهر ناجح في الثانوية العامة. وإليكم تفاصيل النشرة. التشريعات أقوى من الرأي العام، فقد حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية من أن أسوأ أنواع التشريعات هي التي تصدر تحت ضغط الرأي العام، قائلا إنه لا يريد أن يخرج التشريع لدغدغة مشاعر المواطنين، مطالبا بإصدار تشريعات بطريقة هادئة بعيدا عن الضغوط، موضحا أنه من الممكن تعيين 1000 شخص وتضطر الدولة للاستغناء عنهم بسبب الظروف. هذا وقال وزير التخطيط أشرف العربي إن مشروع قانون الخدمة المدنية لا يوجد به مادة واحدة تجمد حوافز العاملين في الدولة، وذلك ردا على تخوف بعض النواب من ذلك، موضحا أن المادة 73 من مشروع القانون لا تعني تجميد الحوافز، ولكنها تعني ربطها بالإنتاج وعدم إطلاق يد الوزير المختص تحديدها وفقا لهواه، وأن يتم إعلان الحوافز للمجتمع لكي لا يكون الأمر بابا خلفيا للتمييز. وقف مهزلة الدقهلية، حيث قال المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه تحرك فورا لوقف إتمام زواج طفلين في الدقهلية، موضحا أنه أخذ إقرارا من أولياء الطفلين يتعهدون فيه بعدم إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانونية. وكانت صور لحفل زواج طفلين يبلغ أحدهما 12 عاما والثانية 10 أعوام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل غاضبة. ترويجا للطاقة النظيفة صديقة البيئة، أقلعت طائرة سولار أمباليس 2 والتي تعمل بالطاقة الشمسية من مطار القاهرة إلى دبي في المرحلة الأخيرة من رحلتها حول العالم، والتي بدأتها من دبي في 9 مارس 2015، ووصلت مطار القاهرة منذ 10 أيام قادمة من مدينة أشبيلية الإسبانية، ومرت في أجواء الجزائر وتونس وإيطاليا ومالطا واليونان قبل هبوطها في القاهرة بقيادة الطيار السويسري أندريا بورشبورغ، فيما تسلم قيادتها إلى الإمارات الطيار السويسري بوتراند بيكارد. أردوغان يسيطر على القضاء، فقد أمر القضاء التركي بالسجن قادة الأكاديميات العسكرية البرية والبحرية والجوية على خلفية الاشتراك في محاولة تحرك الجيش ضد نظام أردوغان. من جانبه قال المحلل السياسي التركي سمان يورلماز إن أردوغان استعان بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي لمواجهة الجيش التركي خلال محاولة الانقلاب. أشهر ناجح في الثانوية العامة، فقد نجح رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حديثا في نادي ستوك سيتي الإنجليزي في نتيجة الثانوية العامة، وحصل على مجموع درجات 250 درجة بنسبة 61%. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرة إخبارية جديدة.